الصلاة والسلام على قاعات وليئات العلم والأسرة الإعلام بحق المواطنين الجزائريين مرات سلمية مطالب الوقوف بالاستماع Notre présentation, donc elle portera sur l'économie ainsi que le bien-être du citoyen. Celui qui a travaillé pendant tant d'années pour la réussite de la République. مشاريع اللي بغيتي تعزز البحث التطويري والبحث التطبيقي وتخص انشغالات أساسية واللي تدخل في أولويات الحكومة وهما الأمن الغذائي والأمن التقوي وصحة المواطن. والحاجة الجديدة في هذه المشاريع لهذه المرة هو الانفتاح على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، هذه حاجة جديدة لي في القطاع، وكذلك تدخل فيها كل الكفاءات البحثية اللي موجودة في الجزائر، اللي موجودة في المؤسسات الاقتصادية والبحثية والمؤسسات الاجتماعية، وكذلك الباحثين اللي موجودين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وحتى فتحناها للباحثين الجزائريين اللي موجودين في المؤسسات الأجنبية، واللي عنده أهمية كبيرة كما قلت في تطوير التنمية الوطنية.